السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء دافئة وغائمة جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق. نتعرف على تفاصيل أكثر للطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواءنا غائمة جزئيا والرياح شمالية سرعتها 9 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 25 درجة مئوية. لاحظ الرطوبة النسبية مرتفعة 79%. أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. الليلة فرص أمطار الخير إن شاء الله مستمرة معانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين فرص تشكل الضباب واردة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية لذا ننوه مرتادي الطرق السريع أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة وأيضا الحداقة مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري لسلامتكم. ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت قد تصل إلى 21 درجة مئوية. المناطق الغربية من دولة الكويت السالم الشقاية قد تصل إلى 18 درجة مئوية. في مساء الغد فرص أمطار الخير مستمرة معانا ولكن متوقع أنها تقل تدريجيا بعد نهار الغد إن شاء الله مع استمرار الرياح الشمالية الغربية قد تنشط على فترات قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة والعظمى المتوقعة قد تصل إلى 25 درجة مئوية. لاحظ أعزائي المشاهدين انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل إلى 24 درجة مئوية و23 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت السالم الشقاية. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة غير مناسبة لأي نشاط بحري. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت موعد أداء الفجر في الساعة 4:51، موعد شروق الشمس في الساعة 6:14، أما غروب الشمس في الساعة 4:52. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله فرص أمطار الخير مستمرة معانا حتى مساء يوم الغد ولكن متوقع أنها تقل تدريجيا مع تحول الرياح إلى شمالية غربية تستمر معانا حتى يوم السبت. وأيضا أعزائي المشاهدين متوقع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق يوم السبت وأيضا نشاط في الرياح الشمالية الغربية فرص تشكل الضباب واردة. أعزائي المشاهدين لذا ننوه مرتادي الطرق السريعة أخذ الحذر والحيطة أثناء القيادة وأيضا الحداقة مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري لسلامتكم. ونلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء أجواء صحو مع استمرار الرياح الشمالية الغربية قد تستمر معانا أعزائي المشاهدين حتى يوم الثلاثاء تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 12 إلى 38 كيلومتر ساعة. أجواءنا معتدلة خلال فترة النهار تميل إلى البرودة ليلا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية في مدينة الكويت قد تسجل الصغرى أما العظمى متفاوتة ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية شكرا على حسن المتابعة والآن ننتقل للزملاء في الاستديو.